الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ترس سجري ترسي هنا. خوف يجب صرفه لله سبحانه وتعالى. ترس قريج ربي على مرابة. لأننا بهذا الخوف نعبد الله. شنك أمويت ترسي بجي ربي على مرأ عبادتك. ولأن الله يعلم السر وأخفى. شنك ربي عالمي تشتي جزليجي تشتي هندري ماذا جي يدفر جهر تشتي زانا. صرف هذا الخوف لغير الله شرك أكبر. توي ترسيفا تشتي كيدني بترسي أو شركة مازنة. الثاني من الخوف خوف جائز طبيعي لا يلام عليه الإنسان. قسمة دودا ترسك جائزة ترسك طبيعي تجرب عالمي بيشتي تشتي كي ساق قركي ساكي بترسي يخاف أو. من النار من اللصوص من قطع الطريق مثلا تج ساكي بترسي يضج إيجر بترسي. الثالث من الخوف ياسس يا هو يخاف من المخلوق في معصية الله. ياسس يا جي اج مخلوقك بترسى سبب معصية ربي عالمي هذا خوف محرم أفاجي حرامه.